مساء الخير لكل متابعينا وعشاق الكلمة العذبة من عاصمة الأدب والثقافة أبوظبي. عبر قناة بينونة نطل عليكم متابعينا في ثالث مواسم برنامجكم المغاني. نلتقيكم من جديد ونفتح صفحات منوعة عبر جلسات أسبوعية تأتيكم بالخبر، بالحوار، بالقصيدة. لكم ومعكم سيكون لخطواتنا متعة أخرى. في البداية متابعينا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي البرنامج، وسيكون معنا في انطلاقة هذا الموسم وفي أولى حلقات المغاني. يسعدنا أن أرحب بالأستاذ رعد بندر المشرف الثقافي بأكاديمية الشعر في أبوظبي. مرحبا أبوظبي. حياك الله أبو معتز. سلمك. أيضا يسعدني أن أرحب بضيف الإمارات وأبوظبي زميلنا الإعلامي والصحفي بجريدة المدينة الأستاذ طالب الذبياني. حياك الله أستاذ طالب. أهلا وسهلا فيك. سعيدين بوجودكم اليوم معنا في انطلاقة البرنامج، ونتمنى إن شاء الله أن نوصل لمتابعينا كل ما يهم الساحة الثقافية والأدبية من خلال هذه الجلسة المصغرة اليوم في المغاني. قبل لا نبدأ موضوع حلقتنا متابعينا، نصحبكم في كل حلقة وفي بداية كل حلقة في جولة سريعة عبر أخبار الساحة الشعرية والثقافية العربية على امتداد الوطن العربي والعالم. أضواء حقوق النشر تعود مجددا إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2015. تعود هذه المبادرة هذا العام ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة خلال الفترة الممتدة بين 7 إلى 13 من مايو القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. من المتوقع أن يسهم برنامج المنح المالية لدعم الترجمة من وإلى اللغة العربية في إبرام العديد من اتفاقيات حقوق النشر الجديدة لدور النشر العربية والأجنبية. وأثمرت هذه المبادرة التي انطلقت في عام 2009 عن إصدار أكثر من 600 عنوان في مجالات متنوعة. عمل حبيس الأدراج، متى سيطلق الفنان محمد عبده هذه الأغنية الرائعة بعنوان ما هو حب؟ هذا العمل من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد الرئيس السابق لنادي الهلال. ابتعد كثيرا سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن الساحة الغنائية في أشعاره، لكن هذا العمل جمع من جديد بالفنان محمد عبده، ولا زال هذا العمل لم يرى النور، نتمنى أن يراه قريبا. نجم شاعر المليون في الموسم الأول فهد السعدي، وبمناسبة عودة السلطان قابوس بن سعيد من رحلته العلاجية، قدم الشاعر فهد السعدي عمل وطني جديد لهذه المناسبة بعنوان صوت الوفاء. وطن من كثر ما هو طاهر محد عليه يدوس، قدمنا رابي يقبل ثراه انساق خطواته، ولانا قرمته عروقنا وفهد ما مدسوس. حبان الله به قائد حكيم وحن لجله تروس، وحن تحت امره وطاعته نتبع درب كلماته، رفعنا بالعلم والجهل بمكارم يده مطموس. الإعلان عن جائزة السلطان قابوس هذا خبر آخر يأتينا من سلطنة عمان. هذه الجائزة جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب أطلقها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بسلطنة عمان في دورتها الرابعة. هذه الجائزة تأتي في إطار الرعاية للفنون المختلفة والآداب، حيث أعلن عن فتح الترشيح في هذه الجائزة للعمانيين وللعرب. الجائزة مخصصة في مجالات دراسات اللغة العربية والخط العربي وأدب الطفل، وهي جائزة يتم منحها كل سنتين لثلاثة فائزين على أن يكون كل فائز واحد في مجال مختلف. تبلغ قيمة الجائزة 100,000 ريال عماني بالإضافة إلى وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والأداب. يغلق باب الترشيح في المسابقة في 30 سبتمبر القادم. بعد صدور ديوانه الأول بعنوان انتهينا، صدر الديوان الشعري الثاني للشاعر الجميل والأنيق عبد الله البكر بعنوان أحتاجك. الشك زاير ولكن العتب لا يزال، ما هو بقصدك ولكنك جرحت وخلصت، إن جيتك أبركها من ساعة على ما يقال، وإن رحت لو ما تزيد فرحتك.
إلى مصر، وهذا الخبر عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي الذي ذكر أنه يتمتع بصحة جيدة وما زال متواجد في مستشفى الجلاء العسكري، نافيا ما أشيع عن وفاته وأنه سيعود إلى منزله بالإسماعيلية حال تحسنه بالكامل. نتمنى الشفاء لشاعرنا الكبير. رحلة البحث عن أمير الشعراء في الموسم السادس انطلقت الأربعاء الماضي من على مسرح شاطئ الراحة في عاصمة الثقافة والأدب أبوظبي. هذا البرنامج بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ولثمانية أعوام مرت كانت انطلاقة المواسم الخمسة السابقة. هذا الموسم ينطلق بمشاركة 20 شاعر من 12 دولة، هي مصر، العراق، تونس، سوريا، اليمن، عمان، السودان، موريتانيا، الأردن، السعودية، فلسطين والمغرب. نتمنى التوفيق إن شاء الله لشعرائنا المشاركين في هذا الموسم. ومع هذا الخبر الأميز والأبرز على مستوى الساحة الثقافية العربية، نعود لضيوفنا ونأخذ انطباعكم عن ما تابعتوه من خلال الحلقة الأولى في الموسم السادس لأمير الشعراء. أستاذ رعد بنواف، تعرف يعني الحلقة الأولى في كل موسم هي مهمة كباقي الحلقات، والعشرين شاعر اللي اشتركوا هم كلهم مهمين، ويعني لابد أن يقفوا مثل هكذا شعراء، لابد أن يقفوا على مسرح شاطئ الراحة، الأبرز والأميز كما قلت في هذه المواسم الستة، كلها مواسم مهمة وجميلة، إلا أن ونتوقع الكثير، يعني نتوقع الجميل والرائع والكثير دائما ومثل كل موسم، ولكن أنا أشعر أنه هذا الموسم راح يكون متميز إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله. أستاذ طالب، يمكن هذا العام شكل نقلة أخرى في الجانب الإعلامي بالنسبة للبرنامج. نعم. يعني نقل القناة السعودية الأولى وأيضا قناة المحور المصرية للبرنامج، يمكن هذا أو هذه نقلة يعني كمتابعين الكثير يتمناها. بالنسبة للمتابعين في المملكة العربية السعودية، كيف كان انطباعهم عن البرنامج ونقله من خلال قناة السعودية، وأيضا انطباعك عن حلقة البرنامج الأولى؟ اسمح لي في البداية أخوي عارف أن أشكر القائمين على هذه البرامج الثقافية التي تنطلق من عاصمة الثقافة، والتي أوجدت فعلا تنطلق من أبوظبي، والتي أوجدت فعلا حراكا ثقافيا كبيرا جدا. كما أشكرك أخي على استضافتنا في هذه الحلقة الجميلة والحلقة الأولى. حقيقة نقل برنامج أمير الشعراء وإشراك عدد من القنوات من ضمنها القناة السعودية الأولى لهذا البرنامج دليل على قوة البرنامج وعلى المساحة التي تمدد من خلالها في الوطن العربي بصفة عامة وليس على مستوى الخليج فقط. في السعودية المتابعون كثر ومتعطشون لرؤية مثل هذه البرامج الثقافية المثرية، وعندما نقل هذا العام البرنامج إلى القناة السعودية الأولى كان أيضا مصدر استعداد للنقاد، المحللين، الشعراء، المثقفين، كافة الأطياف والفئات، لأننا بحاجة فعلا إلى هذا الكرنفال الجميل، إلى ما تقدمه هذه العاصمة من برامج ثقافية. انطباعي عن حلقة الحلقة الأولى، فعلا كانت أنا سمعت شعر واستمتعت فعلا بكل الشعراء القصائد التي قدمت للأمانة. وما أقول إلا الله يعين لجنة التحكيم في اختيار الأميز والأميز في كل حلقة. نعم. قادمة. نعم. عموما أستاذ طالب والأستاذ رعد، يعني ومتابعينا أيضا، لنا وقفة إن شاء الله مع حلقة أمير الشعراء الأولى في تقرير خاص وحصري لبرنامج المغاني إن شاء الله في الجزء الثالث من حلقتنا. الآن متابعينا، وفي بداية كل حلقة يسعدنا أن نصحبكم في قضية نطرحها للنقاش، وسيكون حوارنا مع ضيوفنا
بالتأكيد يعني نسعد أيضا بتواصلكم ومشاركاتكم عبر حساب البرنامج على تويتر. نتمنى إن شاء الله أن نرضيكم بما نقدم وما يقدم من نقاش مطروح إن شاء الله من خلال هذه القضايا. خلونا الآن من خلال هذا التقرير نتعرف على قضية المغاني لهذا المساء. الإعلام والشعر حكاية قديمة تتجدد فصولها بإطلالات مختلفة ومتغيرة، ولعل الجميع يوافق في أن وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد بشكل عام قد دخلت بقوة لتحل بديلاً عن الكثير من وسائل الإعلام التقليدية كالمجلات والصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية، وأصبحت مواقع التواصل باباً قوياً لإيصال الرسائل الشعرية والأسماء وأيضاً تلميع نجوم الساحة وصناعة نجوم أخرى، يوتيوب، تويتر، فيسبوك وإنستغرام لعلها الأشهر في التسويق الإعلامي للعديد من الأسماء، وأصبح المتلقي هو المسؤول الوحيد عن توجيه ذائقته بضغطة زر نحو النجم الذي يستهويه. لكن البعض له رأي آخر، هنا سنطرح بعض التساؤلات وقد نجد الإجابة وقد نستمر في البحث عن إجابات أخرى أو وسائل أخرى ليتواصل هطول الشعر والأدب. الشاعر يبحث عن ردة الفعل السريعة مثل ما كان أول قبل الوسائل الإعلام، يروح للمجلس لأكثر صوت، وين صوته يصل يبحث عنه، يبحث عن ردة الفعل. الآن الوسائل التواصل احتوت أو استوعبت بل استقطبت خلينا نقول على كل المشهد الثقافي بشكل عام. أعتقد أن فكرة تويتر وحتى الفيسبوك والوسائل التواصل الاجتماعي بهذا الاختزال هي تجعل من الشاعر أكثر إنتاجاً وأكثر تنوعاً وأكثر تألقاً وشهرةً. بهذه الطريقة يستطيع أن يواكب الزمن، يواكب العصر، يستطيع أن يغير في مواضيعه التي يستمدها من الشارع وما يعانيه الشارع. بهذه الطريقة نستطيع أن نحافظ على الشعر والشعراء. من خلال استطلاعات لآراء شعراء تحديداً أفاد هؤلاء بأن وسائل التواصل الاجتماعي بكافة فروعها خدمت منتجهم الثقافي والأدبي. حتى أن بعض الشعراء قالوا بأنهم استخدموا أدوات إضافية كالموسيقى مثلاً والصورة حتى لبث يجعل القارئ مجدود للقراءة والمتابعة والاستماع حتى والاستمتاع أيضا. ربما تكون وسائل التواصل الاجتماعي جذبت قطاع كبير جدا من الجمهور العربي أو الجمهور عموما، لكنها لا تزال فيما يتعلق بالشعر والأدب عموما أقل جذبا لقطاع كبير جدا من الجمهور، لأن الشعر والأدب أيضا مرتبطين بالقراءة التقليدية. وأنا أعتقد أن يعني الكثير من المتابعين مواقع التواصل الاجتماعي قد لا يستسيغون قراءة أنماط مختلفة من الشعر على شاشات الكمبيوتر، وأنهم يفضلون أن تكون في أيديهم ويقرؤونها قراءة تقليدية. وسائل التواصل الاجتماعي هي الأنجع لتوصيل المعلومة والترويج للشعر. طبعا هناك العديد من القصائد والمسابقات تكون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها حضور بارز في الوطن العربي، فنحن يعني من هذا المنبر يعني ندعم القصيدة العربية. طبعا هناك في محاذير لهذا الموضوع، أنه هناك الملكية الفكرية، فالملكية الفكرية يجب أن الشاعر يسجل قصيدته عبر الجهات المختصة في بلده ووفق القوانين العربية لحقوق المؤلف. حياكم الله من جديد متابعينا عبر قناة بينونة في انطلاقة المغاني لهذا الموسم، وقضيتنا مثل ما تابعنا في التقرير وسائل التواصل الاجتماعي والشعر والشعراء. يعني أعتقد أنها قضية الفترة الحالية صارت ظاهرة، يعني لها جوانبها الإيجابية بالتأكيد لكن أيضا فيها الجوانب السلبية. السؤال الأول اللي ممكن نطرحه، هل أصبحت هذه الوسائل يعني خلنا نقول النيو ميديا، الإعلام الجديد، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب،
والكلام يطول عن الكثير من التطبيقات أو البرامج اللي ممكن يستخدمها الشعراء المثقفين، يعني كل القطاعات اللي تهتم بالإعلام حتى الأفراد العاديين أصبحت وسائل إعلام متنقلة. هل أصبحت هي المسيطر على الوضع؟ بكثافة وبجدارة، وخلقت لدينا مثقفين، مثقف حقيقي ينقب عن المعرفة والإبداع، ومثقف بالعدوى. ومثقف العدوى هو المثقف الشائع في هذه الأماكن، يعني تويتر وأخوات تويتر. نصف سكان، الإحصائيات العلمية تقول نصف سكان العالم الآن يستخدموها هذا الموضوع، وهناك من يزعل الآن عندما تقول أن ثقافة تويتر أو ثقافة مواقع التواصل الاجتماعي هي ثقافة التكاوي، يعني السريعة الطازجة، ولا ننسى أنها ثقافة استنساخية لا تصنع نجوم، نعم، ولكنها لا تصنع مثقفين. ما هذا هو الموضوع اللي يفترض، وهناك ما يشيع أو يشاع الآن بشكل بقوة، أنه هل يمكن للشعوب أن تحافظ على تقاليدها وعاداتها في ظل تدفق ثقافات الآخر عليها؟ هل ممكن أن تحتفظ بتراثها في ظل هذا التدفق العارم؟ طبعا السؤال صعب أستاذ رعد، وصعب شرحه أيضا من خلال فقرة أو من خلال حلقة واحدة، يحتاج حلقات طويلة خصوصا في هذه الجزئية. أستاذ طالب، راح نواصل مع نفس السؤال لكن بعد فاصل قصير مع متابعينا اللي نتمنى إن شاء الله أيضا متابعتهم لنا ومشاركاتهم عبر حساب البرنامج على تويتر. فاصل قصير إن شاء الله وراجعين لكم. حياكم الله من جديد معنا متابعينا عبر قناة بينونة وبرنامجكم المغاني. لازلنا سعيدين بتواجد ضيوفنا الأعزاء الأستاذ رعد بندر والأستاذ طالب الذبياني. أستاذ طالب، قبل الفاصل طرحنا سؤال بخصوص موضوعنا وقضيتنا عن وسائل التواصل الاجتماعي والشعراء والشعر. السؤال كان هل ما زال أو هل هي بالفعل هذه الوسائل مسيطرة على الوضع في الساحة، خلنا نقول الإعلامية؟ ما لا شك فيه، شيء لا يختلف عليه اثنان. الآن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت حراك كبير جدا، سحبت البساط من تحت أقدام بعض المطبوعات والمجلات، بل أن الشعراء هاجروا بشعرهم من المطبوعات إلى الوسائل التواصل الاجتماعي، لأنهم يرون أن في مواقع التواصل الاجتماعي إيصال منابر وإيصال لأصواتهم أكثر مما لو كان في الوسائل الإعلام الورقية والمجلات، لدرجة أن حتى بعض الصحف، بعض المجلات أو بالأصح الصحف التي فيها صفحات شعبية بدأت الآن تتقلص في أنها صفحات شعبية. لماذا تقلصت الصفحات الشعبية فيها؟ لأن الشاعر هاجر، الشاعر انتقل إلى 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 بيئة أخرى، وجد من خلالها صوته وصدى لصوته لشعره. طيب، هذا الكم الهائل من القصائد، من الأبيات، من التسويق لأسماء جديدة أو أسماء حتى معروفة، حتى يعني كثير من الأسماء النجوم الشعر أو الساحة المعروفين أيضا دخلوا لهذا السوق الكبير، يعني ما يأثر على المتلقي أو خلنا نقول على النجم نفسه أن هذا ممكن عملية حرق يومي لهذه الكميات من النتاج الإبداعي؟ يعني أعتقد أن المتلقي يعني في فترة أو خلال فترة قصيرة ممكن يمل من هذا كله. أستاذ رعد، أي طبعا أكيد، هو خلقة يعني خلقة متلقي، وأيضا خلقة صفين للمتلقي، يعني متلقي نوعي معرفي ينقب عن المعرفة والشعر في الشعر والقصة في القصة والرواية في الرواية، ولكن أكو بالمقابل متلقي آخر اللي هو متلقي سطحي، يعني يحب البهرجة ويحب هذا الموضوع، وهم أيضا أكثر، يعني بالضبط مثل ما تكلمت، أنا قلت هناك مثقف بالعدوى منتشر، المتلقي السطحي أيضا منتشر وبكثرة. الشعراء أو الأدباء أو المثقفين الكبار
يعني حتى اللي حاصلين على نوبل مثلا بالعالم عندهم مواقع وعندهم هذا ويدخلون الناس عليهم ويستفيدون من تجاربهم، ولكن ضئيلة يعني الأكثر مساحة شاسعة أخذتها في هذا المواقع هم مثقفي العدوى، أو أنا أسميهم دائما يعني مثقفي اللصق والنسخ. يعني يمكن في هذا المجال يعني مع اللصق والنسخ ايضا ظهرت ظاهره اخرى، يمكن لها جانب، خلينا نقول ممكن يكون فيها جانب ايجابي يعني حسب اراء البعض، لكن البعض الاخر يشوفون ان في جانب سلبي، يعني قتل عمليه الابداع يعني في صناعة القصيدة مثلا أو في القصيدة نفسها. نعم. عملية الاختزال اللي صارت، يعني خلنا نقول عن 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 تطبيقين هم الأكثر شهرة في هذا المجال، تويتر وإنستغرام. تويتر 140 حرف، إنستغرام 15 ثانية. فكثير من النجوم دخلوا للمجال هذا، أصبح الجانب الإبداعي أو القصيدة بالنسبة له بيتين أو ثلاثة أبيات، وطبعا ما تسمى قصيدة لكن خلينا نقول مجازا أن الشيء الإبداعي اللي راح يقدمه للمتلقي هو بيتين أو ثلاثة أبيات، نفس الشيء بالنسبة للتطبيق الآخر. فهل هذا يعني أو وين الجانب السلبي في هذا الموضوع وين الإيجابي فيه؟ فعلا أصبحت الآن مواقع كموقع إنستغرام وموقع تويتر أصبحت هي المتحكمة بالشاعر، وليس الشاعر المتحكم بقصيدة، لأنه الآن أمامي 140 حرف. نعم. هناك ما لا يقل عن 15 ثانية أو كذا، فبالتالي يعصر قريحته في 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 بيتين أو ثلاثة بيوت. بهذه الطريقة يقل نتاج الشاعر وينعكس سلبا على 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 إبداعه، بدل ما كنا ننتظر من الشاعر قصيدة طويلة وذات هدف ذات معنى، أصبح الآن بيتان أو ثلاثة بيوت بالأكثر، وهذا أثرها السلبي أكثر من أثر الإيجابي. نعم هي أوصلت الشعر إلى 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 المتلقي، أوكي، لكن بماذا أوصلت؟ ببيتين؟ نحن ننتظر من الشاعر المبدع قصائد أكبر من ذلك. أبو نواف، أنا أعتقد فيها جانب إيجابي، فيها جانب إيجابي. يعني كيف يعني تكثيف العبارة الآن. أنا عندي فكرة وعندي 140 حرف، كيف أستطيع تكثيف هذه الفكرة، يعني اختصار هذه الفكرة وتكثيفها في 140؟ يعني بالضبط الفيل، الفكرة الفيل يجب أن يدخل من خرم هذه الإبرة اللي هي التغريدة، كيف يمكن؟ يعني وصلنا إحنا عبر التاريخ، يمكن الشعراء عندهم قصائد طوال، ولكن لم يعرفوا إلا ببيت شعر واحد. صحيح. يعني أنت عرفتك شعر هذا، يعني بيت شعر واحد فرزته كشاعر مهم عبر التاريخ، بيت القصيد. بيت القصيد. نعم. بيت القصيد. ولهذا أنا أعتقد أنه إذا كان ثمة إيجابية فهي في هذه، أنك تحرض نفسك على التكثيف وتكون ملزم بالتكثيف العبارة لكي توصل هذا الشيء أو هذه الفكرة بطريقة. لكن كمقياس شعري أعتقد أنها صعب أنك تقيس أن هذا الشخص شاعر من خلال بيتين، لأن يعني في أسماء كثيرة من خلال هالتطبيقات هذه ظهرت هي تحمل هذا الجانب، جانب البيت والبيتين، البيتين أو الثلاثة أبيات فقط، لكن لو قرأت لقصائد تلقى أن القصيدة معظمها حشو، يمكن صح. تخرج منها ببيتين. هذه الخلاصة هي اللي أبرزتها في تويتر أو في إنستغرام. صح. توافقون على هالرأي ولا؟ تعطي حكم غير حقيقي للشاعر. معناته أن هل البرامج هذه ممكن أنها تصدر نجوم وهميين أحياناً؟ ما هي تصنع نجوم، ولكن لا تصنع شعراء. بس أيضاً في هذه الفكرة مالتك أبو دواف، أيضاً فيها نوع من الإيجابية، بل أيضاً فيها مساحة من الإيجابية. كيف؟ يعني ممكن هذا الشاعر يكتب بيت واحد ويعرف به، يعرف به، يشتهر هذا. لذلك النقاد القدامى قالوا هناك شاعر قصيدة وهناك شاعر أبيات داخل قصيدة. نعم. أنت تستطيع أن تكتب المتنبي شاعر قصيدة، لكن تجي أبو تمام مثلا، أبو تمام عندك قصائد يعني أبيات داخل قصيدة مهمة جدا، مهمة جدا. وقس أنت على هذا حتى بالشعراء الحديثين، يعني محمود درويش ونزار وإلى آخره. طيب في الحالة هذه يعني ممكن أو
ونتساءل من الرقيب وكيف ممكن أن نخرج بمعايير ذاتية يمكن أن تكون مقياس للغث والسمين. يعني خلنا نقول المتلقي نفسه صعب يكون هناك رقيب ما لم يكن هو المتلقي نفسه. إذا لم يكن رقيب الرقيب موجود، لكن ممكن أن نخرج بمعايير يعني نطلقها كمبادرة إعلامية مثلا أو مبادرة ثقافية، أن هذه المعايير إذا كانت موجودة فيما يبث للمتلقي من أسماء سواء كانت معروفة أو غير معروفة، هذه المعايير هي معايير عامة، إن أردت خذها وإن ما أردت أنت حر في من تتابع وما تتابع، لكن أقصد أن ممكن أن نطلع بمعايير ممكن تكون ثابتة على الجميع أو يعني فكرة من هالأفكار. معايير القصيدة أو أركان القصيدة عادة معروفة، الوزن، القافية، المعنى، هذا شيء متعرف عليه، لكن صعب جدا في ظل الانتشار الكبير والجارف نحن الآن نعيش عصر الثورة المعلوماتية. نعم. حتى أن الشاعر الحقيقي شاعر الثمانينات وشاعر الآن قد لا تجد على الساحة، والسبب طغيان الشعراء الشباب الذين لديهم البعض منهم لديه شعر، لكن تعاملهم مع التقنية، وبالتالي صعب أنك تحد شاعر أو تضع له مقاييس أو تضع له معايير يمشي من خلالها يطرح نتاج الشعري. أنا أرى أن هذا الأمور فيها صعوبة جدا، لأنك لن تتحكم في مواقع التواصل، والشاعر لطالما وجد ضالته فسيقدم. وهي الميزة اللي موجود فيها أن صعب التحكم فيها. نعم صعب. يعني أصبحت وسائل إعلامية متنقلة، بإمكان الواحد أن يصنع وسيلته ومن ثم يصنع جمهوره. نعم، كما يقال منبر من لا منبر. نعم. سيد رعد، يعني نصيحة أو كلمة أخيرة توجهها للشعراء سواء كانوا شعراء نجوم في الساحة الشعرية، خلنا نقول إذا أخذنا هذا الجانب أو هذه الحالة اللي موجودة في الإعلام الجديد أو وسائل التواصل، شو اللي ممكن تقوله لهم من خلال نتاجهم اللي قدموه لمتابعيهم وللجمهور؟ أن يكونوا شعراء مع أنفسهم أولا ومع الآخر ثانيا. هذه هي يعني الغزارة بالإنتاج لا تخلق شاعر، النجومية لا تخلق شاعر ولا تصنع شاعر. اللي يصنع الشاعر الحقيقي هو ماكينة الضخ النفسي والمعرفي، هو اللي يصنع هذا الشاعر. سيد طالب، أنا أرى أن كل شاعر لدينا نتاج شعري ألا يتخذ وسائل التواصل الاجتماعي هي المنبر الأساسي له، بل يلجأ أو يذهب إلى التوثيق. وقد نرى في وسائل الإعلام الورقية والمجلات فيها نوع من التوثيق لما فبالتالي هو الآن ممكن يتعرض للسرقة في أكيد في أكيد هو الآن يطرح وللتشويه أحيانا وقد والتغيير وقد تنقل قصيدته لشخص وهو موجهة لشخص آخر، وما لديه رقيب، ما لديه تحكم في قصيدته، ولو تابع حتى القوانين أو الحماية البكرية معدومة في هذه المجالات. أنا أشكركم ونتمنى إن شاء الله أن كنا موفقين على الأقل في إثارة بعض الجدل حول هذا الموضوع، ولو أنه مطروح وكثير من النقاشات دارت حول موضوع الشعر ووسائل التواصل الاجتماعي. كل الشكر للأستاذ رعد بندر المشرف الثقافي بأكاديمية الشعر، واللي راح يرافقنا أيضا على مدى حلقات برنامج المغاني لهذا الموسم. كل الشكر لضيفنا العزيز من المملكة العربية السعودية الأستاذ طالب الذبياني الصحفي بجريدة المدينة. شكرا لك. وأيضا متابعينا، نحن ما زلنا متواصلين معاكم في المغاني عبر قناة بينونة. نذكر أيضا بمشاركتكم عبر حساب البرنامج على تويتر، وأيضا نذكركم بفقرتنا الثالثة والأخيرة في البرنامج وضيوف مهمين مميزين ومن نجوم الساحة الشعرية. فاصل وراجعين.
حياكم الله من جديد متابعينا عبر قناة بينونة، وفي الجزء الأخير من حلقة المغاني الأولى لهذا الموسم نرحب في بداية هذا الجزء بضيوفنا الأعزاء اللي كانوا أيضا من خلال الحلقة السابقة لبرنامج أمير الشعراء كانوا نجوم على مسرح شاطئ الراحة، الشاعر الكويتي بدر بندر العتيبي. حياك الله يا بدر. الله يبقيك يا أبو نواف. أيضا نرحب بالشاعر العماني هشام الصقري. حياك الله هشام. حياك الله أبو نواف. سعيدين بوجودكم، ونقول صح الله لسانكم على أمسية جميلة أمس كنتوا فيها، سواء من خلال حضوركم على المسرح أو من خلال اللي قدمتوه فيما بينكم من حالة إبداعية جديدة. يمكن أمير الشعراء كان له السبق في طرحها اللي هي المجاراة بين الشعر الفصيح والنبطي. قبل ما نكمل مع ضيوفنا أعزائي، نتابع تقرير عن الحلقة الأولى من برنامج أمير الشعراء كواليس هالحلقة، تقرير حصري للمغاني. تحية حب لجمهورنا الكبير المتواجد معنا اليوم في مسرح شاطئ الراحة مع انطلاقة مسابقة أمير الشعراء. أنا سعيد كثير بهذا التواجد، أني أنا دائما معهم دائما وأبدا، يعني أبضى في داري، وأفتخر أني أنا اليوم في داري أمثل السعودية وأمثل الإمارات في هذا العمل. وأمير الشعراء أو شاعر مليون كذلك هم منبع البرامج الشعرية الراقية الحمد لله رب العالمين، كان من الإمارات ومن أبوظبي بالتحديد. قدمنا في هذا البرنامج يعني ما يجسد العلاقة الكبيرة والوطيدة بين المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة من قديم الزمان، وهذا ما قلناه في الأوبريت، بيننا عهد قديم ومودة. وإذا مد خليفاك فهو دخلت النقشة، إن النقشة غرفة، فقد أصغيت والإصغاء شرفة. أنا متفائل جداً بأنني سأتأهل في كل ذي وتر يخفي توتره. الحقيقة أنا لمست في المسرح جمهوراً رائعاً. لم أنتبه حين نادى الله يا قربي عرشي على الماء وابن الماء يكفر بي. يأخذني توقعي إلى أنني قد أتأهل ببطاقة لجنة التحكيم. له من نواياه أنصافها فقد ينقص الكيد ما استعجله. الآن أنا متوجس قليلا. مشاهدينا سنستمتع الآن بمجارات بين الشعر النبطي والشعر الفصيح. مداعبة وجهك أمان وأمن وفراح وسلام. يا بدر هذا القلب ما بين انشطار وانقسام، فاحذر مفاعله المهيج بالحنين. الفائز بحلقة الليلة والمتأهل للحلقة القادمة هو لؤي أحمد من الأردن. كان شعوراً أعجز حقيقة عن وصفه، لكنني سعيد، سعيد جداً بهذا الإنجاز. ولو لم تكن النتيجة هكذا أيضاً كنت سأرضى بها، لأنني أعتقد أن الذي كان علي أن أقدمه قد قدمته بالفعل. سعيد جدا أنا. نبارك للشاعر لؤي أحمد وبالتوفيق لبقية الشعراء في خلال مرحلة التصويت. يعني أعتقد أنكم مريتوا في الأجواء وهالحالة، ويمكن وقت الانتظار أيضا للتصويت والنتائج.
ما راح نتكلم ونعيد الموضوع هذا، لكن راح نتكلم عن حلقة أو حضوركم في الحلقة الأولى لأمير الشعراء. بالنسبة لكم وهذه التجربة الأولى بين المجاراة في الفصيح والنبطي أو النقلة اللي صارت لكم، نبدأ مع هشام، كيف تشوف هذه الـ يعني هذا التلاقي بين الفصيح والنبطي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ أبو نواف على هذه الاستضافة، وأشكر القائمين على هذه الانطلاقة العظيمة التي تقدمها أبو ظبي. طبعا المواءمة والممازجة بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح هي حقيقة عملية ريادية قامت بها إدارة المسابقة، وربما لم تحدث من قبل ولم نسمع بها من قبل. هي تجربة بالنسبة لي تجربة جديدة، وتشرفت بأن أكون مع الشاعر بدر بندر. لا أستطيع أن أقول شيء إلا أنه يعني هي عملية تمازج خلقت جوا جميلا، وأضفت على المسابقة روحا من الحب والتوائم. بدر، يمكن أنا قبل شوي كنا نتكلم يعني أثناء الفاصل عن التجربة هذه، هل كان في اتفاق فيما بينكم، أو يعني كيف كانت حالة تحضير القصائد وال في البداية المشاركة؟ في البداية نشكرك أبو نواف ونشكر البرنامج والقائمين عليه. بصراحة هو في اتفاق فعلا، في الاتفاق بس في اختيار النصوص، يعني عشان أخذ النص اللي يعني اختار النص من نصوص الشاعر هو كذلك اختار، فبعث لي النصوص كذا نص واخترت منهم واحد اللي هو، وأنا كذلك بعثت له كذا نص واختار منهم واحد. والفكرة بشكل عام، الفكرة يعني ما أقول لك جميلة وبس، الفكرة محتاجينها، محتاجين موضوع، لأن في ناس من الفصيح ينظر للنبطي إنه مش شعر بتاتاً، وكذلك النبطي يقول لك هذا شعر قديم وناس انتهى وخلاص انتهى الموضوع. فالفكرة جدا ناجحة وجدا يعني مثمرة في موضوع ربط الفصيح بالنبطي. يعني بوجود الشعراء أعتقد أن الكلام يسكت ويتحدث الشعر. هشام، نبغى نسمع شيء من والله أصحابك. احنا يعني كان في اتفاق انا والشاعر بدر قبل لا يكون في بعد مجاراه ثانيه، لا ما في مجاراه، بس قبل المجاراه انه نتفق انه نلطف الاجواء في المسرح، وكان اجمل ما يلطف به الجو هو الغزل. نعم، فساقرا قصيده غزل. تفضل. عرضت فيها القصيده المشهوره كل المليحه في الخمار الاسود، ماذا فعلت بناسك المتعبدي، وانا غيرت في القافيه فقلت فيها قل المليحة في الخمار المخملي ماذا فعلت بناسك متبتلي، قد كان شمر للصلاة ذهابه حتى وقفت له ولم تتمهلي، وأجلت في عينيه طرفا قاتلا، الله يا طرفا يحلل مقتلي، وكأن كل الحسن طرف أكحل بك غير أن الطرف غير مكحلي، وكأنني أبصرت فيك شواهدا تأبى علي بغير طرفك تجتلي، وكأنني ماذا وفيك الوصف غير مكملي، طربت بك الدنيا فمال بها الهوى وتمايلت في نظرة وتدللي، وإذا بهمسك ليس ثم كسحره ينساب بين مزعفر ومصندلي، ماذا وهذا الكون يقبس صبحه من وجهها فيضيء فرط تأملي، والشاربون الخمر لما يثملوا وبريقها سر الشراب المثملي، مرت علي فأومأت فأصابني مس فذاب مع المرور تحملي، وتسمرت لغتي أمام خيالها وشموخها
يا فتنة المتخيل وتقتلت بالحسن حين تقتلت وأنا أموت أموت في المتقتل. الله صح لسانك صح بدنك هشام. يمكن هذا يأخذني إلى سؤال، يعني خصوصا مع وجود أخوي بدر في سلطنة عمان، يعني الحالة الإبداعية موجودة في الشعر النبطي والفصيح، ما لك تجربة في النبطي؟ هو في تجربة بس يعني بيني وبين نفسي يعني ما أحب إنه أتجاوز هذا الجانب. ما يعني ما حاولت إنك تتعمق فيها أو تنشر أو تظهر من خلال وسائل الإعلام هذه التجربة؟ والله لحد الآن ما نشرت، بس هي محاولات ويعني أحتفظ فيها لنفسي. نعم. يمكن في مرة واحدة طلب مني وأصروا إنه أقرأ فقرأت، أما غير ذلك نعم. وأعتذر منك. ما بسمعنا بيت بيتين على الأقل لو بيت مشكلة ما حافظ. على حبك أسير ما أحاتي، طبعا قديما الأبيات، ولا همي سوى إني أشوفك معي في كل لحظة من حياتي، أردد حبك وأعشق حروفك، مطر حبك مطر وانته صلاتي، أرتلها وأسبح في طيوفك وهبتك في الهوى عمري وذاتي، وليت الروح لو توفي وصوفك. الله إلى الله آخر. صح لسانك صح بدنك. بدر، كنا نتكلم في قضيتنا اليوم يعني في الفقرات السابقة عن وسائل التواصل الاجتماعي والشعر والشعراء، وطبعا يعني كل الشعراء تقريبا لهم حسابات سواء في تويتر أو انستغرام أو يوتيوب أو مختلف المواقع هذه. بالنسبة لك أو من خلال متابعتك، شو اللي تشوفه، شو اللي حاصل؟ هو ضروري ضروري هو الإعلام الحين، يعني ما تويتر والانستغرام يعني وبشكل عام البرامج كلها لازم الشاعر، مو الشاعر الموهوب بشكل عام لازم يكون موجود، لأن في ناس أصلا يعني صاروا نجوم منه، مش يعني نجوم وتواصلوا المسألة، مش تواصلوا وخلاص، أظهر نجوم، لا أظهر نجوم. نعم. فالحضور ضروري ضروري، خصوصا مع قلة المهرجانات اللي تهتم في الشعر، يعني فالحضور أصبح ضروري. والضروري أيضا أن نسمع غزل منك مثل ما سمعنا من شعر. بإذن الله. سمعنا أبيات أو يقول: هب البراد لصوتك الدافي وخطواتي القصار، وضحكاتنا البيض ورضانا والسوالف والقصيد، وضياعي بوجهك لو ان وجهك مثل وجه النهار، يا قبلة الله كل يوم أشوفك بشكل جديد، تقل من حولك وصوف الناس وصوفك كثار، اللي يزيد أنت لكن الناس تنقص ما تزيد، القدك وخصرك وجيدك تذبل من الانبهار، كل المفاتن قد قد وخصر خصر وجيد جيد، لا في طويلات العمار ولا قصيرات العمار، معكيد خطواتك ولفتاتك ما بين الناس كيد، لبيه يا شوفك بموعد عن كثب والشوق حار، أقابلك وانسى وطيش ولا تذكرت أستهيد، وداع بيدينك ومازحها وبادلها الحوار، وانصدت عيونك عن عيوني شعرت النية وحيد، والقذلة البنية اللي في طوارفها شقار تلعب بها النسمة وهي تلعب بقلب من حديد، كل المساري تنسرى كل السوالف تستثار، يوم يضيع من العمر وياك هذا يوم عيد، ما كنت أغني وأتغزل فيك لأني باختصار ما كنت أشوفك من قريب كنت أشوفك من بعيد، لا تطلقيني من سجن قربك وزيديني حصار، خليني أحقق طموحي بين قيد وبين قيد، أنتي سنيني المعشبة من بدة سنيني القفار، وأنتي الأماني والأغاني والمعاني والمزيد. صح صح. هشام، في السلطنة طبعا هناك الكثير من المهرجانات الشعرية والكثير من أيضا الأبواب اللي ممكن ينطلق من خلالها الشاعر، لكن ما زلنا نرى أن حضور الشاعر العماني في خلنا نقول على مستوى الخليج أو الوطن العربي يعني قليل، أو ما هو بذاك
الحضور اللي نتمناه نحن. صدقت استاذ ابو نواف، هو يعني الجانب الاعلامي يبدو انه ضعيف في الوسط العماني، في حقيقه يعني ثوره شعريه في عمان حاصله، سواء كانت في الشعر الفصيح او الشعر الشعبي. هناك يعني اذا كنت اتكلم عن مسابقه لها صوتها ولها صداها في المحيط العماني هي مهرجان الشعر العماني. فهي يعني تستقطب معظم الشعراء او صفوه الشعراء خلينا نقول، من خلالها يعني يصل صوت الشاعر الى خلينا نقول الى العمانيين، لانه يعني كتغطيه اعلاميه للمهرجان ضعيفه نوعا ما، وهي تحتاج الى مزيد من يعني من التكثيف ومزيد من الاشهار. فهذا جانب، وجانب اخر مثل ما اسلفت انه الشاعر العماني يحتاج الى من ياخذ به. لكن اعتقد ان ما تطرحونه من ابداع هو اللي ياخذ بايديكم وياخذ بايدي الغير لمتابعتكم، متابعه هالابداع هذا الجميل. تسلم هشام. نحن سعيدين صراحه بوجودكم، لكن الوقت خذنا وادركنا الى ان وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم. كل الشكر لشاعرنا الجميل من سلطنه عمان ونجم الموسم الخامس من أمير الشعراء هشام الصقري. شكرا لك أبو نواف. أيضا قبل ما أشكر بدر، أعتقد قلت لي عندك قصيدة ونبى نختم فيها برنامجنا بدر، ونشكرك ونخليك مع المتابعين إن شاء الله على ختام هذا اللقاء وختام هذه الحلقة من المغاني. وقبل ما أنتقل لك للقصيدة، أنا أشكر متابعينا ونسعد بتواصلكم ومقترحاتكم ومشاركاتكم عبر حساب البرنامج على تويتر، كما ويمكنكم متابعة إعادة هذه الحلقات على قناة بينونة. كل الشكر لكل من تابعنا عبر هذه القناة وعبر هذا البرنامج، لكم كل التحية، ونلقاكم يوم الأحد القادم بإذن الله. على حديد ما يهاب المسافات، عنده دروب البعد ما هي كليفة، بينه وبين معانق الغيم لحظات، إذا شلع صار أسرع من القذيفة، من الكويت يطب سبع الإمارات، دار النهار أبو الليال اللطيفة، دولة تطور وفي جميع المجالات، شافت مواقفها العيون الكفيفة، فبو ظبي بين السكك والبنايات، ما يحسد الشعب الفرنسي بريفه، وعند البشر شعب الإمارات بالذات، قلب يعرفه يعشقه ما يعيفه، أهل كرم وأهل فعل وأهل وقفات وأهل مواجيب ونوايا شريفة، رجال دايم ما هم رجال حزات، يعاملون الطيب مثل الوظيفة، ولرضى البلاد والاحترام القيادات، ولاءهم صادق بكمه وكيفه، لعيون حاكمهم تهون الصعوبات، وترخاله رقاب المهار العسيفة، هذا ولد من علم الانتصارات، كيف الوطن يختار نصره بكيفه، زايد وزايد فعل حي بجسد مات، ما تجحده غير النفوس الضعيفة، يقول للبدوان جيبوا الحضارات، ما يصنع المجد بكفوف سخيفة، على العلا حددنا الاتجاهات، وقال امشوا ونصب خليفة خليفه، ويسلم خليفه بالعزوم القويات، ويخسى عدوه بالعزوم الرهيفه، نحبه وندعي له بكل الاوقات، عافاك ربك يا ابو نفس عفيفه، عساك في خير وطهور وسلامات، يا امن شعبك في الليال المخيفه، على يمينك قايد للمهمات، برق اللشع يهز الارض برفيفه، يوم الفتن صاحت وطاحت حكومات، وضاع المحيط اليعربي في خريفه، ويوم اغلب السلطات صارت سلطات، والوقف ضايع بين صدقه وزيفه، الشيخ ابو خالد يجي المهرجانات ويدعم جهود اللجنه المستضيفه، ويغني بقصر الحصن بين الاصوات، والنعم تبغى تعب ويهز سيفه، كانه يقول السابع المستحيلات، أنا حصان ميداني نكيفة، أبيض وجه عند البشر
قول وثبات، وإن شاء الله عند الله أبيض صحيفة فعائلة ما هي البث القنوات على العطاء، برمج يديها النظيفة، يدة حميديرة وتحيي مجاعات، وتبني على روس الجبال المنيفة، ويد تزف المرجلة والتحيات، وتفزع لأخوه وتملي جيوب ضيفه، وإذا تحزم للحمول الثقيلات يشيلها مثل الحمول الخفيفة، ممشى خليفة للقمم والنجاحات، وممشى محمد مثل ممشى خليفة. الله الله.